السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام أينما كنتم. هذا الفيديو الجديد والذي نتحدث فيه إن شاء الله عن موضوع عام بهم الناس اللي بتابعوا بيلاروسيا وغير بيلاروسيا. هذا الموضوع عن طريقة أو كيفية الحصول على فيزة الشنغن. مثل ما قلت لكم، موضوعنا اليوم عن فيزة الشنغن. طبعا أنا عندي تجربة مع فيزة الشنغن، أجاني رفض 4 مرات، وخاصة أنه جوازي من أسوأ الجوازات الموجودة بالعالم، يمكن اللي هو الجواز الفلسطيني. قدمت بعدة سفرات، راح أشرح لكم بالتفصيل تقريبا عن كل سفارة شو صار فيها، شو ليش رفضوني، وشو اللي صار بالضبط، حتى الكل يحاول ما يقعش في هذه الأخطاء. نبلش بأول سفارة اللي هي قدمت عليها، السفارة الإسبانية. طبعا السفارة الإسبانية تعتبر من أصعب السفارات الموجودة طبعا في بيلاروسيا، وبما أني مقيم في بيلاروسيا أنا قدمت من بيلاروسيا، تعتبر من أصعب السفارات. اتصلنا فيهم تليفون قبل عن طريق طبعا شركة سياحية، اتصلنا فيهم قالوا لي لازم نشوف الجواز للبني آدم هذا، بعثوا لهم الجواز، قالوا أوكي مش مشكلة، ما في مشكلة ممكن يقدم. قدمنا على السفارة الإسبانية وقالوا لنا استنوا من 2 أسابيع تقريبا لـ3 أسابيع. استنينا أو انتظرنا من 2 أسابيع لـ3 أسابيع. بعد ما انتظرنا من 2 أسابيع لـ3 أسابيع أجانا الختم الأحمر موجود في نص الجواز الفلسطيني، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أني أخذت الرفض بالجواز. هذه كانت أول مشكلة وأكبر مشكلة واجهتني بالسفارات اللي بعدها. اتصلت بالسفارة الإسبانية قلت لهم يا جماعة حطتوا لي رفض وأنا مش عارف شو سبب الرفض. طبعا هم بيعطوك ورقة مع الرفض، الرفض مكتوب فيه أنه في مشكلة بالورق، أو أنه الورق مش معبى كويس، أو في تعبة الورق في مشكلة. فقلت أوكي أعطوني شو المشكلة، احنا عبينا كل شيء صحيح، ومش أنا اللي عبيت، أنا عبيته شركة سياحية لهم باع طويل ولهم فترة طويلة بيشتغلوا في هذا المجال. قالوا لي خلاص القنصل حكى رفض. الرفض تبعهم الموجود في الورقة هو عبارة عن رفض شكلي، الورقة معبى 100% صح بدون أي مشاكل، فهم هيك أجوا قرروا أنهم يرفضوا. طبعا الإش المضحك في الموضوع أنهم قالوا لي ممكن تطعن بهذا القرار في مدريد، وهم ما أعطونيش سفارة، ما أعطونيش فيزا السفارة، كيف بدي أطعن في مدريد وأنا ما عنديش فيزا شينغن؟ فهمت عليك؟ فقلت لهم يعني والطعن لازم يكون شخصي، فلازم أنا أكون شخصيا في مدريد عشان أطعن، وهم ما أعطونيش فيزا أصلا أطعن في مدريد، والمدة الطعن لمدة 2 شهر. فهذه من نقطة السفارة الإسبانية. طيب هذا كان بالنسبة للسفارة الإسبانية. بعدها قررت، أو الشركة أصلا عرضوا علي أنه أروح على سفارة التشيك أو التشيكية، تشيخ يا بالروسي. فروحنا على سفارة أو اتصلنا فيهم، قلنا لهم معنا جواز فلسطيني ممكن نقدم على فيزا سياحية للتشيك. فحكوا لي ما فيش مشكلة خيو، تعال على السفارة وجيب الجواز معك ونشوفه. المهم رحت على السفارة بعد في اليوم اللي حددوا لي، فأجيت لأستقبل لي القنصل، طبعا بيحكي باللغة الروسية المكسرة مثل لغتي يعني. فشاف الجواز، أخذ الجواز مني تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، وبعدين رجع ولا بقول لي ما في مشكلة ممكن أتقدم عنا، بس بيأخذ تقريبا لمدة 2 شهر. فبالنسبة لي كانت مدة 2 شهر مدة طويلة جدا، وخاصة أنه حسيت من كلام ولا القنصل أنه يعني 50/50، ويعني ممكن أضيع وقتي وإني ما أخذهاش. فقلت له ماشي عم بفكر، وإذا قررت ممكن أرجع عليك. فاتصلت بالشركة اللي قدموا لي، فقلت لهم يا جماعة سفارة التشيك مش مفكر أقدم فيها، شوف لنا سفارة ثانية نقدم فيها. طبعا هذا كله عشان نأخذ فيزة الشنغن. عرضوا علي على سفارة اسمها سفارة لاتفيا. المهم عرضوا علي على سفارة لاتفيا، ورحنا على سفارة لاتفيا، فجبت الجواز معي وعملنا كل الورق المطلوب للسفارة لاتفيا. طلبوا مني طبعا أشياء كثيرة راح أحكيها بالآخر الفيديو، هي طبعا تقريبا مطلوبة لكل السفارات الأوروبية تقريبا نفس الشيء، بالإضافة أو بإضافة بعض الشغلات لبعض السفارات. المهم جمعنا الورق وعملنا كل شيء لسفارة لاتفيا، جينا عند سفارة لاتفيا، فأول ما جت السكرتيرة شافت الورق وأخذت الجواز، وشافت الجواز وشافت الختم الأحمر اللي حكينا عنه ببداية الفيديو من السفارة الإسبانية، وخاصة أن أنا ما أخذت تقريبا الرفض قبل 2 أسابيع أو 3 أسابيع. فقالت لي يا عم ما
نصيحتي لك ما تقدم بهذا السفارة، لأنه راح يجيك احتمال الرفض 90 إلى 95%، بما أنه عندك رفض من قبل بأسبوعين. فقلت لها شكرا على الأقل إنك ما خلتني أدفع فلوس الفاضي، وبعد أسبوعين أجاني يجيني رفض. فمن هيك قررت خلاص، قلت لا مش راح أقدم فيزا لا هنا ولا هنا، ووقفنا. هيك ممكن خلصنا برفض، أو يعني رفض على الأقل يعني كلامي في السفارة الثالثة. بعدها توجهنا للسفارة الرابعة اللي هي أعطتني الفيزا. شو هي السفارة الرابعة؟ خليكم معي. السفارة الرابعة هي اللي أعطتني الفيزا، اللي هي سفارة ليتوانيا. طبعا ليتوانيا هي على حدود بيلاروسيا، مثلها مثل لاتفيا على حدود بيلاروسيا. قدمت بهذه السفارة وأنا فاقد أصلا للأمل. حكوا لي بتستنى من أسبوعين لشهر، فأنا أصلا ما كنتش ناوي. فقالوا لي خلاص قدم وجربي آخر سفارة، هذه السفارة تعملها سهل مع الفيز وهي الأمور. قدمت فيها، فكان المفروض يعني من أسبوعين لمدة شهر إنه أستنى الرد. المهم بعد ما قدمت على 9 يوم جيني اتصال، بعرف على اتصال بقولوا لي جوازك بالسفارة ممكن تيجي تاخذه. فكنت أنا حاط احتمال 100%، بما أنهم قالوا لي من أسبوعين لشهر، فاتصلوا عليه في 9 يوم أكيد أجاني رفض. المهم أجيت وبحكي للموظفة، أعطتني الجواز الموظفة، طبعا الجواز كان في باكيت. أعطتني الموظفة الجواز، فبقولها شو سبب الرفض. فالموظفة بقولي مش فاهمة، فبقولها شو سبب الرفض، قالت لي أي رفض. فأنا مستغرب يعني أنه 9 أيام وهو المفروض من أسبوعين لمدة شهر، خاصة أني أجنبي مقيم في دولة مش بلدي يعني. فالمهم قالت لي افتح الجواز، فتحت الجواز ولا محطوط الفيزا، فاستغربت جدا. فكان عندي الجواب السؤال أول شيء عشان ليش أو شو سبب الرفض، لأنه ما كنتش أصلا متوقع أني أخذ هذه الفيزا. فأخذنا الفيزا في سفارة ليتوانيا. طبعا ليتوانيا يمكن ما حدا بيعرف عنها، أو دولة صغيرة، هي عبارة عن طبعا دولة صغيرة. كان في فيديو إلي مسبق في القناة اللي بهمه يشوف بعض المعلومات عن ليتوانيا. وبعد هذا الآن بشرح لكم شو الأشياء المهمة اللي لازم تروح فيها على السفارة حتى ما يجي رفض. شو الأشياء الأهم، الأشياء اللي بيطلبوها لفيزة الشنغن بشكل عام؟ يعني مثلا من بعض السفارات رح يطلب أشياء إضافية، فأنا كتبت لكم اياهم حتى ما أنساهم. الأشياء اللي طلبوها مني سفارة ليتوانيا اللي هي آخر سفارة قدمت فيها على الفيزا وعطوني الفيزا. طبعا مثل ما حكيت لكم كان في عندي رفض، أنا هم ما طلعوش الرفض، هم تعاملوا بالجواز مثل ما هو موجود عندهم. ما بعرف شو كل، اتوقع على هو على حسب القنصل كيف بيفكر القنصل، ما فيش قاعده معينه ليش بيرفض وليش بوافق. الاشياء الاهم شيء انه جوازك ما يكونش مدته اقل من سنه. الشغله الثانيه حساب او كشف حساب من البنك، كشف الحساب تقريبا لسفاره ليتوانيا مش اقل من 40 يورو باليوم. يعني انت بدك تروح 7 ايام او 10 ايام، لازم تضرب ال7 ايام او ال10 ايام ب40، تطلع لهم هذا كشف الحساب. طبعا هذا الاشياء انا بحكي لك الاشياء اللي طلبت مني داخل بيلاروسيا. ممكن مثلا في مصر مبلغ معين، بالسعوديه مبلغ ثاني، بالاردن مبلغ ثاني، بسوريا، بالعراق، يعني حسب كل دوله وكل المبلغ اللي فيها. اوكي، طبعا طلبوا مني تذاكر ذهاب وعوده لما تروح وترجع، يعني مش بالضروره سواء سياره حكولي سواء قطار، سواء لانها على الحدود اصلا، سواء طيران ما فيش اي مشكله. ماشي. طبعا مهم اللي هو الحجز الفندقي. الحجز الفندقي اللي هو لازم يكون بالمدة اللي انت راح تكون موجود فيها، سواء 7 ايام 10 ايام 15 يوم، لازم يكون عندك حجز فندقي من البوكينج، مش بالضرورة يكون انت دافع. هاي الاشياء ما كانش، انا ما كنتش دافع، عملت لهم الحجز وبعثت لهم اياه، كان الحجز مش مدفوع مسبق. ماشي. ورقة من مكان العمل، انك انت بتشتغل في المكان اللي انت فيه لازم تعطوك ورقة من مكان العمل. اوكي. وصور شخصية مثل اي سفارة بيطلبوا صور شخصية. طبعا في لازم انت تكون تعمل عندهم بصمات. سعر البصمات مع الفيزا عندنا هنا في بيلاروسيا 80 يورو، مع البصمات يعني سعر 80 يورو، وبالاضافه للتامين الصحي للمده اللي انت بدك تروح فيها. هذا بالنسبه للاشياء اللي طلبوها ليتوانيا. وبعد 9 ايام مثل ما حكيت لك كان بالنسبه لي امر سريع جدا، ردوا علي فكانت الفيزا جاهزه. لما سافرت، انا سافرت طبعا بالطيران، اول ما سافرت اول ما نزلت عندهم في ليتوانيا سألوني بس سؤالين، شو وظيفتك، شو بتشتغل في بيلاروسيا، وين بدك تسكن في ليتوانيا فقط. الموضوع ما خدش مني أكثر من 60 ثانية والله أعلم، يعني بشكل سريع ودخلت ليتوانيا بدون مشكلة. هذا بالنسبة للمرة، المرة الثانية قدمته بدون مشاكل برضو أخذته.
فأمر بالنسبة لليتوانيا سهلة جدا، للموجود عنده سفارة ليتوانية في البلد اللي هو موجود فيها بالنسبة لفيزا شنغن ممكن يقدم فيها ويجرب فيها، وإن شاء الله حظ وتوفيق للجميع اللي حاب يقدم على أي فيزا من هذه أو الفيزا شنغن في أي دولة من هذه الدول. هذه كانت تجربتي في سفارة ليتوانيا، كل التحية والاحترام والتقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.